طارت الورق. أما سمعت قولهم وقد ظلموا داود بأخذ واوه وعطائها لدى عمري، فسلطوا عليه زيدا ليضربه، فما زال يضربه بها مدى الدهر. وراح قال لهم الجوع والإفلاس والتبديد ولا روح لسليمان سعيد. انت كل حاجة تقول اسجل اسجل، ايه الكلام الفاضل؟ لا مولانا كلامك درر. داود، اي نعم، لن تتكرر. داود تكتب بواو واحدة، كويس. هذا اسم لا يجمع، وفيه جمع لا يفرد، مش في القرآن يعني ملوش مفرد. فأما أصحاب الجماعة في لجنة المصحف، جمع المصحف، اختلفوا في كلمة التابوت، يكتبوها بالتاء المربوطة ولا المفتوحة؟ أيوة. قالوا من أعلام اليهود زيد بن التابوت، والتوراة كتبهم. فسيدنا عثمان قال لهم ما اختلفتم فيه أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش، فإن القرآن نزل بلغتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكتبوها بالتاء المفتوحة ليشاكل الجمع المفرد، يعني توابيت. نعم. بس ما فيش توابيت في القرآن. طيب. وجوه فيه سرابيل، ما فيش سربات. فالفاروق قال عليكم بالشعر فإنه ديوان العرب. ولو وصلكم الشعر كله لوصلكم العلم كله، ومن لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. الله. ده قول مين؟ سيدنا عمر. الله. خطاب رضي الله عنه. كويس. التابوت و يقول التابوت بالتاء المفتوحة، وكذلك مرضاه جت بالتاء المفتوحة، والعنكبوت ولعنة جت في المباهلة. السلام عليكم. لك السلام ورحمة الله وبركاته. ولعنة بالتاء المفتوحة، ورحمة ونعمة وكلمة وبقية. ولعنة مربوطة. لا الملاعنة التاء السورة الآية. ندعو أبانا وأباكم. لا لعنة، نجعل لعنة. لا لا أبو عيسى لك سبحة. كويس. تفضل أبو عيسى. والتاء في أبو عيسى الملاعنة اللي هي إيه؟ والخامسة اللعنة. الخامسة أن لعنة الله عليه كان بالك، يبدأ في المباهلة وفي وفي الملاعنة. وكلمة كلمة كلمة الله جاءت كلمة ربك مفتوحة، وجاءت كلمة بقية مسندة إلى الله بالتاء المفتوحة بقية الله، وجاءت بالتاء المربوطة بقية من آل داوود وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون مما تحمله الملائكة. أيوة. طيب. وجاءت جنة بالتاء المفتوح جنة نعيم، وجاءت سنة وفطرة وشجرة ومعصية وامرأة وابنة. كويس. فهذه الكلمات كلها وردت بالتاء المفتوح، رحمة ربك عبده زكريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. واسمه هم يقسمون رحمة ربك. نعم نعم سيدي.